سيسر كانزي يلعب كرة في اليمين عند ماكيسي، ماكيسي الثاني والثاني الهدف الثاني لمنتخب برازيل، يحسبها بالثاني رأسية في اللحظة الأخيرة عن طريق اللاعب إنكوما في أول كرة يلمسها إنكوما، إنكوما يخليها 2-0، إنكوما بضربة رأسية اتغالت وتفاجأ الحارس البوركينابي. انتهت المباراة، منتخب برازيل يضمن الفوز ويضمن التأهل لأول مرة للدور الثاني. هدف الثاني شاع عن طريق اللاعب، شوف الهدف الاخرى، كورة داخل منطقة ورأسية، الهدف الثاني من خلال رأسية كانت محكمة. حقق فيه أشبال المدرب بلال تيريال أهم بعد تمكنهم من هز شباك الضيف وتسجيل المستقدم الجديد الكونغولي بيديمبو أول أهدافه مع الفريق. عالية جدا هذه اللقطة، ثم الانتقال داخل منطقة العمليات، المراوغة ممتازة ممتازة. فيه وضعية، فيه وضعية تسلل، فيه رايع الانطلاق، حط كرة ناحية رفيقه، هل فيه وضعية تسلل أم لا؟ نترك الأمور للأستوديو التحليلي للحكم على هذه اللقطة. نطالب بالمزيد، نطالب بالمزيد من الأهداف. حذري من ساكا، ساكا جرب حظه، حذري لا يسجل، يسجل هدف في مرمى مكرم البديري. أربع أهداف مقابل هدف، أربع أهداف كانتش كما يلزم من كريم العربي. ترجع لإلي وندو، وندو وندو، حذري إلى كادير، كادير حذري المرتدة ليك حافية كوناكري الغيني، حافية كوناكري الغيني إلى جورج كادير ويتسدي، خاصة أنه نشاهدوا في دفاع من أكثر من سبعة من لاعبية من حافية كوناكري الغيني، وحذاري من المرتدات، حذاري من جورج كادير رقم 24، كادير عنده الكرة، جورج كادير يوزع الكرة ويربح رامي تراس، تضرب في صدام بالعزيزة أمامكم. جورج كادير أساسي في هذه المباراة بعد ما كان على البنك. يا دونجي مي إلي تي سو Donc attention à cette... Oh, c'était très bien joué. Très... Voilà, ça finit par un tir. Cette talonnade aveugle. Alors il prend le ballon beaucoup plus de l'extérieur du pied droit, dommage. Mais c'était bien construit, il faut continuer comme ça. La frappe, le ballon qui a pris de l'air et de la hauteur. Et ça fait la première...